حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. حاملون معهم أوجاعهم وما خف حمله من متاع، مكفوف حجة ينزحون إلى المجهول. صحفي يمني يفوز بالجائزة الأبرز في مجال الصحافة الأمريكية. ومن البي بي سي، زعيم المعارضة في بريطانيا يعد بإلغاء امتحانات المرحلة الابتدائية في حال توليه السلطة. أهلا بكم. وكأن مأساة واحدة لا تكفي، في رحلة معاناتهم من الحرب وتشردهم من منازلهم، مكفوفو حجة يضطرون للنزوح للنجاة بحياتهم. هكذا يقول الموقع بوست، ويضيف: المكفوفون اضطروا للنزوح من قرية الخزنة أو ما تعرف بقرية العميان سيرا على الأقدام هربا من جحيم الحرب. قرية الخزنة الواقعة في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، يعاني غالبية سكانها البالغ عددهم نحو 200 شخص من العمى المتوارث منذ 3 عقود في حالة مرضية نادرة، يفقد بسببها أبناؤها أبصارهم بعد بلوغهم سن 5. حاملين معهم أوجاعهم وما خف حملهم من متاع، توجه غالبية سكان قرية العميان إلى ريف مديرية بني قيس هناك، حيث يقيمون وسط ظروف مأساوية فاقمت من معاناتهم. الناشط في العمل الإنساني محمد الطيب تحدث عن وضع إنساني كارثي لنازحي قرية الخزنة بشكل خاص، وقال: قلة قليلة منهم لديها مأوى عند عوائل مستضيفة من الأقارب أو المعارف في مديرية عبس أو المديريات المجاورة، والبعض منهم يسكن في المدارس التي تم تفريغها من أجلهم. وأشار إلى تفاقم معاناة المكفوفين، كونهم لا يستطيعون التحرك من دون مساعدة ولا الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات، وهذه مشكلة مضاعفة نظرا لظروف النزوح المأساوية التي يواجهونها. يحاول اليمنيون التشبث بهوياتهم في كل مكان بالعالم، لذا يبتكرون الطرق لمساعدتهم على ذلك. فكما جاء في موقع المصدر أونلاين، الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت إذاعة عربية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا. الإذاعة تحمل اسم يمن أمريكان راديو، وهي أول إذاعة لليمنيين في أرض المهجر، وتهدف إلى حفظ الهوية الوطنية والقيم والمشاركة المجتمعية. المديرة التنفيذية للإذاعة حورية الرعيني قالت في حديث للمصدر أونلاين إن فكرة الإذاعة جاءت من قبل 3 شركاء بالإضافة إلى رجلي أعمال هما مصطفى الشجاع وفواز الرياشي، وستبث عبر التطبيق على الإنترنت ليتسنى لليمنيين المغتربين الاستماع إليها من أي مكان في العالم. ومن أشهر البرامج في الإذاعة سيكون برنامج صابر وهاجر، والذي يحاكي برنامج إذاعة صنعاء الشهير مسعد ومسعدة، ويساهم في حل القضايا المجتمعية ويعيد الذكريات للمغترب اليمني في بلاد الغربة. الإذاعة افتتحت الأحد الماضي بحفل في مدينة أوكلاند بحضور جمع من الجالية اليمنية. عن زيادة الدور الدولي والتدخلات في الشأن اليمني، كتب همدان العلي مقاله الذي نشره في الشرق الأوسط، مضيفا في جزء من المقال: يظهر لنا مسؤولون بريطانيون بين الفينة والأخرى، وهم يوجهون رسائل تحذيرية توصف في وسائل الإعلام بشديدة اللهجة للحوثيين، وتقابل باحتفاء كبير من قبل بعض من يعتقد أن الموقف البريطاني قد تغير، وأن بريطانيا حسمت أمرها وقررت رفع غطائها عن الحوثيين بعدما كانت قد منعت الحسم العسكري في الحديدة أكثر من 5 مرات، وقدمت مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي كانت سبباً في تكبيل الحكومة اليمنية. لكن هذه التصريحات النارية ضد الحوثيين تتحول في ليلة وضحاها إلى جهود للضغط على جميع الأطراف لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، بحسب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في مقال له بمجلة بولتيكو الأمريكية الأسبوع الماضي. لتبدو تلك الوسائل الإعلامية شديدة اللهجة مجرد استجابة مؤقتة لامتصاص الضغوط التي تطالبهم بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وإرضاء دول التحالف العربي، وذلك يأتي حرصاً على مصالحها الاقتصادية والسياسية، لكنها في الواقع تعمل على تمكين الحوثيين بما يصعب كسر انقلابهم مع الأيام. ولذا ندرك نحن اليمنيين أن تصريحات الغربية ضد الحوثيين لا تختلف عن شعار الحوثيين المعروف الموت لأمريكا وإسرائيل، فالكلام شيء والفعل شيء آخر تماما. لكن
ما الذي يريده البريطانيون في اليمن؟ في المقال المذكور آنفا قال جيريمي هانت إنه ورغم الانشغال بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن تركيزه على اليمن لم يتزعزع أبدا، فاليمن بحكم موقعه الاستراتيجي فرصة لا تفوت لابتزاز دول المنطقة الغنية، ولا يمكن السماح بالقضاء على التمرد الحوثي الذي يبقي المنطقة في توتر مستمر، بما يساعد على التحكم بباب المندب باعتباره واحدا من أهم الممرات المائية في العالم. كان أخطر ما أشار له هانت في مقاله هو قوله أن الحوثيين لا يمثلون أكثر من 15% من تعداد السكان دون أن يذكر مصدر هذه النسبة. ويبدو أن هانت استند إلى طروحات عشوائية لعدم وجود دراسة أو بحث علمي يؤكد هذه النسبة. وكيمني ينتمي المحافظات المحسوبة على المناطق الشمالية الزيدية جغرافيا، أعرف جيدا أن الحوثيين لا يمثلون هذه النسبة إطلاقا، بل أقل من ذلك بكثير. جائزة بوليتزر التي تعد الأبرز في مجال الصحافة الأمريكية يحصل عليها هذه المرة صحفي يمني، كما قال موقع بلقيس، والذي أضاف بأن الصحفي معدى الذكري بالإضافة إلى صحفيين اثنين أجانب من وكالة أسوشيتد بريس على تغطياتهم بسلسلة من التحقيقات عن الحرب في اليمن. المحررة التنفيذية لوكالة أسوشيتد بريس قالت إن اليمن هي واحدة من أخطر الأماكن في العالم للإبلاغ عنها، ومع ذلك مرارا وتكرارا تحدى هذا الفريق تلك الأخطار لرواية قصص لم يسمعها العالم من أي مصدر آخر وبتفاصيل غير عادية. وأضافت: لفت العمل المتميز لشركة أي بي في اليمن انتباه العالم إلى واحدة من أسوأ المآسي في عصرنا. ووثقت تقارير الصحفيين الثلاثة الخسائر في أرواح المدنيين من حملة طائرات أمريكية بدون طيار، كما لفتت الانتباه إلى وجود جنود أطفال على الخطوط الأمامية، وأظهرت أدلة على تعذيب المتمردين الحوثيين. وقالت الوكالة إنها سحبت الذكري من اليمن في أواخر عام 2018 بسبب قلقها على سلامته. الحكومة اليمنية تعتبر الحديدة مدخلا لنهاية الحرب في البلاد. كان هذا جزءا من تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم، نقلها موقع يمن مونيتور. قال فيها أيضا إن الأمم المتحدة لم تتهم الحوثيين بعرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة، ذلك لأنها ما زالت تأمل التزام الحوثيين بالاتفاق الذي يفضي إلى انسحابهم من المدينة. واعتبر اليماني مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم الذي ينص على سحب الطرفين قواتهما من الحديدة وموانئها ونشر بعثة أممية لمراقبة الهدنة غير مبررة. وأضاف أن اتفاقية الحديدة لا تنفذ من طرف واحد بل عبر الطرفين، وتتطلع الحكومة الشرعية إلى أن يشترك الحوثيون في تنفيذ الاتفاق. وفيما يخص انعقاد جلسات البرلمان، قال اليماني إن البرلمان عاد من أجل الدور الرقابي للمجلس إلى جانب إنفاذ مجلس النواب لمخرجات الحوار الوطني. ربيع موجة ثورية جديدة تحت هذا العنوان، كتب وائل نجم مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال. مع اللحظة المناسبة تشق الأرض وتخرج من جديد بعنفوانها وألوانها وعبيرها الذي ينتشر في الآفاق. هكذا هو الربيع، هكذا هي الأزهار تختفي فترة ولا تفنى، وكذلك هو ربيع العرب، مرة جديدة أثبتت أن أزهاره تغيب فترة ثم لا تلبث أن تعود وتزهر، منتفضة على كل الواقع المفروض عليها بقساوة الحديد والنار تارة ونعومة الدولار والدينار تارة أخرى. خلال الأيام الماضية أزهر ربيع نيسان في الجزائر وفي الخرطوم وحتى في طرابلس الغرب من جديد، ثلاث عواصم عربية أفريقية أنعشت ذاكرة العرب والعالم وأعادت إليها صورة الربيع الذي أزهر قبل 9 أعوام في تونس ثم في القاهرة وصنعاء ودمشق. أرادوا خنق أزهاره قبل أن تتنفس الصعداء وتنشر عبيرها في الأرجاء العربية، لونوا الربيع بلون الدم ولوثوا رائحته برائحة البارود وحبسوا هواءه حتى لا تتنفس الحرية وتملأ صدور التواقين إليها. ظن أصحاب اللغات الخشبية أنهم يستطيعون قطف الأزهار وقطع البراعم واقتلاع الجذور، لكنهم لم يدركوا أن طلب الحرية كامن في أعماق الثرى، في أعماق النفوس، وها هي اليوم النفوس التواقة إلى الحرية والكرامة تخرج سيولاً بشرية لا نهاية لها في الجزائر وفي الخرطوم، تعلن أن ربيع العرب بدأ يزدهر من جديد.
ها هم ثوار طرابلس وقد أسقطوا واحدا من أعتى الأنظمة قبل 9 أعوام، يعودون إلى الساحات بحشود كثيفة يرددون شعاراتهم لإسقاط محاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وها هم أطفال درعا وأبطالها مهد الثورة السورية يعودون على الرغم من كل البطش الذي مورس بحق الشعب السوري، ويحتشدون في ساحات الثورة مؤكدين رفضهم القاطع على استعادة نصب التماثيل التي تمثل الزمن الغابر، فضلاً عن قبول إعادة تنصيب ذلك النظام الذي ارتكب كل تلك الانتهاكات بحقهم. هو الربيع يعود، هو موسم الأزهار يتفتح من جديد، وهذه المرة في الجزائر حيث فرض الشعب الجزائري إرادته وأجبر الرئيس على التنحي، وهو مستمر في فرض إرادته من خلال الاحتشاد في الساحات، وبصورة سلمية قد يسعى الأشرار إلى تشويهها كما فعلوا يوماً من الزمن الغابر. ما يزال الجدل مستمراً في فرنسا حول الأسلحة الفرنسية التي تباع للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وعن هذا الموضوع قالت صحيفة ليبغاسيو الفرنسية إن شخصيات سياسية فرنسية طلبت الحكومة الفرنسية بالمزيد من الشفافية في بيع الأسلحة ووضع حد لتورط فرنسا في اليمن. المجتمع الدولي يغض الطرف في ذلك، وفرنسا ليست استثناء من هذه القاعدة، فهي تحاول عبثاً التوفيق بين مبيعاتها من الأسلحة إلى أعضاء التحالف السعودية والإمارات وبين التزاماتها الدولية. يحاول رئيس فرنسا كما تقول الصحيفة عبثاً التأكيد أنه من الخطأ القول بأن السعودية زبون كبير لفرنسا اليوم، إلا أنها فعلياً تعتبر ثاني أكبر سوق لصادرات الأسلحة الفرنسية. الحكومة الفرنسية تدرك خطورة الوضع لكنها ترفض تحمل أي مسؤولية، ويبرر رئيس الجمهورية هذه الاستراتيجية بشكل لا لبس فيه: الحكومة لا تزال مستمرة في تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، تقول الصحيفة. ولم يكن التصويت الأخير الذي أجراه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشأن وقف الدعم العسكري بما في ذلك مبيعات الأسلحة كافيا لثنيها عن ذلك. اتفقت مئات الكتب التي صدرت في السنوات الأخيرة في تحليل ومناقشة ظاهرة الإرهاب على نقطتين، هما الأولى غياب التعريف الدولي الموحد للإرهاب، والثانية التأكيد على أن المنظمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها ترتبط مع بعضها بعضا في إطار شبكة واحدة، وإن أنكرت ذلك. لكن لماذا لا يوجد حتى الآن تعريف دولي موحد للإرهاب؟ هكذا يتساءل الكاتب عاطف الغمري في صحيفة الخليج، ويضيف: تنوعت التعريفات بالإرهاب، منها مثلاً التعريف الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 2004 ولم يكن قاطعاً، والذي عرف الإرهاب بأنه ممارسات إجرامية ضد مدنيين ترتكب بهدف إحداث وفيات أو إصابات جسمانية أو أخذ رهائن وترويع الأهالي بهدف إثارة الرعب، وكذلك ارتكاب أعمال الهدف منها إرغام الحكومات على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يمثل اعتداء تحرمه الاتفاقات الدولية لكونه عملا إرهابيا. وحسب وجهة النظر الأمريكية الرسمية، فإن تعريف الإرهاب هو الاستخدام المتعمد للعنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية من خلال التخويف أو الإكراه أو إثارة الفزع. بينما كان التعريف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي عام 2002 ينص على أن الإرهاب يتضمن إحداث تدمير واسع للحكومة ومؤسساتها وللمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، ما يسفر عن خسائر اقتصادية أو حتى التهديد بارتكاب مثل هذه الأعمال. وحين تطرقت دراسات أكاديمية لموضوع الإرهاب فإنها أعطته سمة قد تكون مختلفة، منها الدراسة المطولة للبروفيسور أندي بيونس الذي وصف الإرهاب بأنه جريمة ضد الإنسانية بأجمعها، وهو يعرض للخطر أرواح أناس أبرياء ويخلق مناخاً من الخوف ويشغل الانقسامات على أسس عرقية ودينية. ثم إن الإرهاب يمثل أحد أخطر الانتهاكات للسلام وللقانون الدولي وقيم الكرامة والإنسانية. وظلت هذه التعريفات على حالها رغم ما حدث من تطوير في نوعية المنظمات الإرهابية المستحدثة وطريقة نشاطها التي بلغت مدى خطيرا من التدمير والتباهي بالقتل وسفك الدماء والعداء للإنسانية عامة، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الإنترنت في التأثير على مواطنين من هذه الدول وتحويلهم إلى أعداء لبلادهم وتسهيل عبور الإرهاب لحدود الدول.
ومع ذلك لم تتطور هذه التعريفات ولم تلتقي حول تعريف موحد يجابه به المجتمع الدولي هذا الخطر الذي يهدد الجميع بشكل جماعي، بالإضافة إلى ما ظهر من تداخل بين الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة نتيجة احتياج كل منها للآخر من أجل المال من خلال نهب الثروات والقطع الأثرية التاريخية وبيعها في الأسواق الدولية السوداء. من الأخبار المنوعة والتي تداولتها العديد من المواقع ما جاء من لندن، حيث يعنون موقع شبكة البي بي سي: التعليم في بريطانيا، زعيم المعارضة يعيد بإلغاء الامتحانات بالمرحلة الابتدائية لو تولى السلطة. تقول البي بي سي إن جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض تعهد بإلغاء اختبارات التحصيل القياسية المعروفة باسم ساتس في المدارس الابتدائية في إنجلترا. وقال أمام أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم في مدينة ليفربول إن هذه الاختبارات تتسبب في حالات إعياء للتلاميذ وقلق وبكاء شديد. وأكد زعيم حزب العمال على أنه سيعمل على تخليص المدارس من معاناتها بسبب انخفاض التمويل والفصول الدراسية المزدحمة، ويساعد في توظيف المعلمين ودعم استمرارهم، وتعني هذه الخطوة حال تنفيذها إنهاء تصنيف المدارس على أساس هذه الاختبارات. وقال كوربين: نحتاج إلى إعداد الأطفال للحياة وليس فقط الامتحانات. ودفع المدرسون منذ فترة طويلة بأن الرهان الكبير على الاختبارات يشوه تعليم الأطفال ويحول المدارس الابتدائية إلى مصانع للامتحانات. في الأخبار المنوعة أيضا التي نشرتها صحيفة القدس العربي بعنوان: الاحتلال يمنع دخول أعضاء فرقة الفنان التونسي لطفي بوشناق إلى فلسطين، حيث قالت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمنجاتي الدولي إن سلطات الاحتلال رفضت دخول عازفي الفرقة الموسيقية للفنان التونسي لطفي بوشناق. كان من المقرر أن تحيي حفلا فنيا في مدينة رام الله بمناسبة القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019. وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي في حديث مع القدس العربي أن سلطات الاحتلال رفضت منح العازفين تصاريح الدخول إلى فلسطين، مما تسبب في إلغاء الحفل واستبداله بحفل موسيقي آخر. وأوضحت أن فنانين وموسيقيين من أوروبا والهند وإيران وكندا وفلسطين سيشاركون بعرض موسيقي بعنوان من الأرض المقدسة إلى أقصى الشرق. زار المصور بريندان بيرن مواقع المذابح للسكان الأصليين في جميع أنحاء أستراليا، وباستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء أنشأ سلسلة من الصور التي تنقلك إلى الأماكن غير الهادئة حيث تم ذبح السكان الأصليين. إلى الصور المنقولة من صحيفة الغارديان نتابع. الأحداث من وجهة نظر رساميها الذين اختاروا فن الكاريكاتير كطريقة مبتكرة ومختصرة للتعبير عن آرائهم حول مختلف الأحداث. إلى الكاريكاتير. إذا بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.